الحقيقة الكلمة هي متقالة، يعني احنا بنشارك في حدث الحقيقة قبل ما يكون حدث مباراة كرة قدم، فهو ومش داخل ضمن الإطار السياسي. هو الأمر أمر تغيير سلمي لأمور معينة. يعني المسيرة الخضراء مش بس فقط عيد وطن المغرب، إنما رسالة لكل العالم إن التغيير ممكن يكون تغيير سلمي، إنما البعض اللي بيلجأ إلى اعتقادا منه على التغيير إن هو يكون تغيير بالعنف أو تغيير بأي شيء غير السلم، ما أظنش إن أي عنف بيولد دايما عنف، يعني إنما أي سلم بيولد سلم. فالحقيقة هي رسالة لكل العالم، عشان كده أنا حريص الحقيقة وسعيد بوجودي في المغرب للعام الثاني إن أنا أشارك في المسيرة الخضراء، وأتمنى إن الرسالة دي توصل لكل العالم. نادر سيد معروف أنه نجم، تبارك الله ما شاء الله، نجم عالمي، ولكن أكيد أنه غادي نشوفه إلى جانب نجوم عالمية، فشكون تقريبا اللي تحب التشكيلة اللي تلعب معاه ولا اللي توجه؟ لا، التشكيلة طبعا يعني احنا كلنا نجوم ولنا الحقيقة مكانتنا، و يعني اكيد يعني شيء اساسي ان انا احب دايما ان كل اللاعبين اللي العب بجانبهم يكونوا هم اللاعبين العرب وخاصة المغاربة يعني. ودايما الحقيقة الاجيال بتاعتنا كانت فيها اجيال فيها لاعبين عظام جدا، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني نور الدين نايبت من افضل المدافعين شفتهم في العالم مثلا. على سبيل المثال لو انا حكاية حارس مرمى واتمنى ان انا العب مع مدافع، اكيد اتمنى ان انا العب مع نور الدين نايبت. وكان شفنا انا في الكواليس كان لقاء حميمي مع رشيد داوجي، كيفاش كان اللقاء مع رشيد؟ رشيد طبعا الحقيقه رشيد من اللاعبين العظام الحقيقه في الكره المغربيه، وصاحب طبعه، يعني صاحب بصمه في مركز ال بتسموه الباك ليفت، يعني احنا بنسموه الباك ليفت عندنا في مصر. طبعا لاعب من اللاعبين المميزين رشيد داوودي، وكل اللاعبين المغاربه الحقيقه يعني عندنا علاقه طيبه، يعني بصيره وشيكوا وبودربالا و مصطفى حجي وكثير من كل اللاعبين الحقيقه عندنا علاقه طيبه فيهم، واتمنى ان شاء الله نستمر. شكرا. And the last word in English for the Moroccan fans that are going to be watching the game tomorrow. Yeah. What I would like to say to the Moroccan fans, you know, enjoy the game, and because we came here to Morocco to enjoy with you and to join with you one of the best events I ever had.